شوي نبتعد عنه. سيليستيال ميسوري طبعا هذا قتلناه بالقصة من اللعبة، بس هذا هنا الزعيم يختلف، هنا ماكو ويا هذول الأعداء وشوية أكثر صعوبة بهذا الدنجن. طبعا هذا الدنجن الجريت ايسز مو كل الصعب، بس شوية لازم تحذرون من ضربات، لأن ضربات الأركين مالته ضررها شوية عالي، فلازم نحذر منه شوية. نبتعد عنه لأن المشكلة يعني ضرباته شوية تكون نوبات سبام وما يعطينا مجال. شوي نبتعد عنه، تستخدمون السحر ممتاز. طبعا حاولوا تستخدمون يا نار أو سحر أفضل نبعيد، يعني شوية الضربات ويا من قريب تكون شوية مو سهلة. طبعا هسه نستخدم التيني تونترس، هذا الأركان كلش قوي، تسوي ساعقة بعض سجل ضربة نخر شوية. صح يستهلك 6 بولت بس يفيدكم هواي. هسه نرجع نستخدم مرة ثانية، خاصة كل ما قواتوا الأركين مالتكم باللعبة حيكون تأثيره كلش قوي. التيني تونترس يعني تأثير كلش قوي. سلاح توجيه رأسا بس سوي لكم على الزعيم ووجه له طلب ممتاز. ابتعد عنه شوية. طبعا اذا خلص عندنا نستخدم الخاصية هاي نقص شوية من دمنا ونخلي للتيني تنترس. نرجع نستخدم الساعقة نوجهها ضرر نخلص دمه بهاي التفاصيل. نرجع نسوي نخلي دم ونوجه له الساعقة مرة ثانية. ممتاز استنزفنا دمنا بنسبة كبيرة. نستخدمها نخلي هيلد ونرجع نوجه لها يا مرة ثانية. طبعا بقى نص دمه. نرجع تعطينا 5 بولات طبعا، نرجع نستخدمها. تمام نبتعد شوية عنه ناخذ هيلد ممتاز. اوه لا 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 يا بابا بقى شعره من دمي. طبعا تأثير الأركين مالتك كارثة كارثة كارثة. لحظة 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 بس طبعا الآن المفروض استخدم الدرع حتى أصد الأركين إذا حسيت نفسي أنا قدرت أسوي الدوج. باعوا باعوا شفتوا الدرع قد صد من ضرر الأركين. هذا الدرع تحصله بدي ألصي باللعبة، بس يصد الضربات نسبة كلش كبيرة. هذا الضرر ضربة مالتي كانت ممكن تطير طاقته كلها هيلث مالتي، بس صدت الضرر. خاصة لازم يكون عندكم ستامينا، إذا ماكو ستامينا الدرع ماله عالية. ابتعد عنه شوي هسه. شوية مشكلة لأن ضرباته ممعين سبام في الدرع الثاني ما تلحق عليه، صعب نوجه له ضربة. يعني لا حد لا طمعون هواي ضربة واحدة وبتعد. إذا طمعت بأكثر من ضربة راح يوجه لنا ضربة كبيرة. فأدو ضربة واحدة وابتعد لازم تطاوح. وهم انصابيت يعني. بس لحق شوي ابتعد. السحر سهل تصفعدو، بس ضلوا ركضوا راح تصفعدو من السحر مالتي أركين. مو صعب، لأن يعني مساحة كبيرة بالمكان. يضرب اكثر من ضربه فمصيبه يعني ممكن يطير دمنا كله. بس خلينا نحاول نستخدم لل شو اسمه النار مولوتوف. نستخدم له حاول استخدم مولوتوف سحر اي شيء ممكن ضربات من بعيد عليه يكون انجح ضربات. سدد بقى مولوتوف نسبه زينه جيد. نرجع مولوتوف ثاني طير دمه بهالاشياء افضل. هو بس شوية السحر ما تنتبهوا عليه مزعج شوية يكون نبات. لا ما صارت ما صارت يمكن أنا بس موتوف واحد لازم استخدمه. استخدم موتوف الأخير نزلنا هواي من دمه.
ما بقعدنا شي حاليا. شوي لازم ننتبه، ما بقعد لي دم هواية، بس على الدم بس. ثلاثة بلود فايل. هاي الضربة مزعجة سبام لين ما تلحقون واحد يبتعد عنه. الضربات رجلك كارثة. زي ما صابحنا. استخدم بولت. نواجه وياه. طبعا ما وقع غير عندي اثنين بلود فايل، لازم شوي انتبه. ولو دم اخلص. لا 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 استخدم سحر، لازم اتعب شوي. حاول نخليكم دائما ورا، هذا المكان الوحيد الآمن. لا احنا ضعفنا عن نفسي، حاول تهرب ويضربك. شوي لازم ننتبه من قاعدة دم. عندي بس وحدة علبة دم قوتها موجودة عندي. ترجع لي الدم. لازم ننتبه. طبعا مو البلود فايل. خليتها اتوقع ذكر بدي اقصي. الدم. دم دم دم. غشي من دمي. ما بقى عندي غير الخطوة الأخيرة مع الدم، لازم أخذها. موجودة عندي هاي هي. ترجع نسبة زي من الدم. طبعا ترجع نسبة من الدم وترجع تستعيد دم شوية شوية. حلوة وممتازة يعني. استخدم عليه السحر، هذا السحر ممتاز وياخذ بلط واحد يعني، هذا الحلو بيه. سببنا على ضرر. قعدنا ثلاثة بلط نقدر نستخدم بها السحر. طبعا هذا الزعيم مو هواي يأثر في السحر هذا. الزعيم يختلف الثاني شنو يأثر بيه، يأثر بيه الأركين أو النار. من الزعيم للزعيم تختلف حسب الديفنس مال الزعيم. يلا ولقى هذا الشيء ضربة أخيرة. لا بس مو مال أغلط أبد. لقى له شوية زعيم، انتبه شوية ركز. ضربة أخيرة داعي. تمام. الله يعني أخيرا. Ray Slaughtered.